التكنولوجيا مشان نعرف قديش تحولت حياتنا من حياة طبيعية إلى حياة فيرتوال. نحن قاعدين نجتمع من عدة دول حاليا، يعني الزميل من العراق قاعد بيحاول يدخل وبقول بده الرقم الهندسي، والمحاضر حاليا موجود بأبوظبي. فيعني في 98 كتبت مقالة في مجلة الحاسوب تبعتنا، سيتحول العالم من قرية صغيرة إلى غرفة واحدة نفقد فيها خصوصيتنا وينقلب السحر على الساحر. ما عاد في عنا إشي خصوصية. أهلا دكتور. أهلا بك، حياك الله. بنرحب بالدكتور رامي شاهين. المدح في وجود الشخص ما بكون كويس. الدكتور رامي شاهين في حديثه سنعرف من هو الدكتور رامي شاهين وما هو علمه، وإن شاء الله إنه بنستفيد منه، وما شاء الله عليه علم في أكثر من دولة ومتواجد وإله أثر في أكثر من مكان. التقيت فيه تقريبا من شهر لأول مرة في حياتي بنلتقي، يعني حسيت إنه شبابنا إن شاء الله سيأخذ دور ويكون له دور مؤثر في الوطن بإذن الله. دكتور رامي شاهين موجود حاليا في أبو ظبي، وبعد هذه المحاضرة راح يكون في عنده محاضرة على طول الساعة 8 راح تكون مع السعودية ودبي. اخترنا موضوع التعلم عن بعد والذكاء الصناعي وأثره في هذا الموضوع، لأنه الموضوعين طازجين ومهمين في نفس الوقت، فحابين نأخذ أفضل ما يمكن من الذكاء الاصطناعي والتعلم عن بعد. ليس وجود المعلم بعيد عن الطالب هو تعلم عن بعد. تعلم عن بعد هو عالم جديد نقتحمه وأجبرنا على اقتحامه. أنا ما بدي أخذ وقت أكثر، بهمني إنه الدكتور رامي يبدأ. نعتذر لكل الزملاء على اللخبطة اللي صارت، وهذه ثمن التكنولوجيا اللي مضطرين إنه ندفعه لأنه بتسهل لنا حياتنا. دكتور رامي اتفضل نسمع منك، ورح نتعرف عليك أكثر من خلال علمك الغزير. أهلا وسهلا. شكرا لطوفتك لهذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لضيق الوقت بس خلينا ندخل بالموضوع. احنا اليوم راح نحكي عن واحد من الابليكيشن اللي حل بدول كثيره مشكله التعلم عن بعد، وشفنا احنا المشاكل الناتجه عنها، يمكن اللي كان لها اثرها على الفرد وعلى المجتمع وعلى مستوى المؤسسات وحتى على مستوى دول ومؤشرات دوليه. بدنا نحكي عن التعلم او learning 4.0، التعلم 4.0. شو يعني لما احكي learning 4.0؟ شو معنى استخدم ادوات اداره المستقبل بالتعلم عن بعد، وليش التعلم عن بعد لا يصلح للمرحله الحاليه، او الاي learning او الديستنس learning برضه لا يصلح للمرحله الحاليه بالتغيرات اللي عم بتصير فيها، وكيف بقدر ادمج الكومباتيتيف ادفانتج مودلز او الميزه التفضيليه مع التعلم عشان نخلق الليرنينج 4.0. وليش انا ضد شخصيا، وهذا ناقشته بكثير محلات، انه انا ضد انه نيجي نحكي هذا السوليوشن هو الحل لمجتمع كامل، لانه كل مجتمع له خصوصيته وله عاداته وله الكلتشر تبعه وله قيمه، وهذا كله بياثر علينا بطريقه او باخرى. وراح احكي عن شويه تطبيقات، وراح احكي كيف نمر بهذه التطبيقات، وراح احكي عن برنامج جاهز بمراحله الاولى وشو المراحل القادمه لهذا البرنامج وكيف راح ياثر على عمليه التعلم. بس قبل هذا كلياته اسمحوا لي اعرف عن حالي شوي، بس عشان تطمنوا انه الشخص اللي معكم كابابل انه يوصل هاي المعلومه. دكتور رامي شاهين، بشتغل بمجال التحول وتطوير الدولي لإدارة الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل. اشتغلت مع أكثر من هيئة على مستوى الدول، اشتغلت مع الدنمارك، جابان، أستونيا،
سعودية الإمارات، وهلأ رح نبلش قريبا بالأردن إن شاء الله. وبشتغل مع السيليكون فالي بارت تايم كونسلتنت. سيليكون فالي هو بؤرة الذكاء الاصطناعي بالعالم. اشتغلت بجائزة بالأردن على مستوى الأردن قبل سنة وشوي، صممنا جائزة الملك عبد الله للابتكار، وكانت هاي نقطة التحول في العالم، أو بالنسبة لي شخصيا كيف أربط بين الابتكار وأدوات إدارة المستقبل. مؤسس وشريك بمجموعة الITI الدولية، موجودة بأكثر من بلد، وعضو مجلس مستشارين بأكثر من شركة على مستوى يوروب وعلى مستوى الميدل إيست، منها Innovators, Ivory, X-Lab وغيرها من الشركات، جابرا جروب وفؤادية جروب. وهلأ أسسنا شركة ويكر اللي هي أول بلاتفورم بالعالم بيستخدم الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحي عشان يوفر 61% من مصاريف القطاع الصحي بالهيلثكير مانجمنت سيستم. عندي 3 براءات اختراع. براءة الاختراع الأول أدوات زايد القائد اللي هي تنافست مع ليدرشيب جيم لجون ماكسويل، وقدرنا ندرب منها 5000 قائد. تكلم عنها جون ماكسويل شخصيا والبريزيدنتس تبعون جون ماكسويل اللي هو عراب القيادة في العالم، وهلأ عم نحاول نحولها للفيرجن الجديد تبعها اللي هي عن طريق الفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي. الشغل الثاني اللي اشتغلت عليها مع أصحاب الهمم، قدرنا نطور EEG تكنولوجي اللي هي بتعمل على قراءة الأفكار. الشخص اللي ما بملك إيدين عشان يقدر يطبع على الكمبيوتر ويستخدم الكمبيوتر حتى وهو disabled أو هو من أصحاب الهمم. الشغل الثالثة كانت بكورونا راح نحكي عنها شوي، اللي هي استخدام إشي اسمه الـ AI chemistry أو الذكاء الاصطناعي بالكيمياء. قدرنا عن طريقه نستخدم أو نحول الكلورو دايكسايد من الحالة اللي متعودين عليها دائماً اللي هو سائل أو غاز إلى كريستلز، وهذا ساعدنا نبني سكند لاير أو خط دفاع تاني للإنسان بدل الكمامة، ونقلل مستوى الإصابات. من الشركات اللي استخدمت في شيلد اللي هي وولمارت، وإحنا كنا 9 أشخاص أو اشتغلوا على هذا المشروع من سويسرا، من أمريكا، من أكثر من دولة، وأنا من الدول العربية أو بمثل الدول العربية إذا بتسمحوا لي. عندي مؤلف خاص فيه هو كتابي AI and the Future Management Tools، اللي بحب يدخل ويعمل يشوف الكتاب. هو كتاب بخلي أي شركة تتحول باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل وتطور خدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل. عضو مجلس إدارة وعضو مستشارين بأكبر صندوق سيادي للذكاء الاصطناعي في العالم اللي هو German Chinese Artificial Intelligence Associate، بطوكيو أسوشيت، بلاتوانيان أسوشيت وأستونيان أسوشيت. معتمد مقيم الوحيد لايفو، معتمد PMI EFQM BTEC ILM IBM واتسون إكسبرت ومايكروسوفت AI إكسبرت. ساهمت بعمليات التحول واستراتيجيات التحول الذكاء الاصطناعي بأكثر من بلد، منها السعودية، نيوم، جابان مع شركة كونتاكت، دنمارك، تركيا، وحالياً إستونيا، وبلشنا بالأردن أو رح نبلش بالأردن قريباً مع هيئة من الهيئات إن شاء الله بتسمعوا عنها قريباً. هذا بس بريف عشان تكونوا مطمنين إنه إن شاء الله نقابة جابت شخص قادر يوصل المعلومة، وإن شاء الله أكون قادر أوصل المعلومة. وأم أوبن، ورؤية الكورس هذا أو السيشن هذا ما بتخلص بنهاية السيشن، إحنا مفتوحة أسئلتنا لبعد السيشن إذا في أي سؤال. طيب، أول إشي بدنا نحكي فيه هو 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 إيش يعني AI Future Management Tools، ونبسط العلم عشان بعدين نحكي عن التعلم 4.0 وشو بفرق عن التعلم العادي. في بالعالم أدوات إدارة للمستقبل. هاي الأدوات بتتحدد، هي 8 أدوات بتختلف كل 10 سنوات. عندنا الروبوتكس، عندنا البايو انفورماتكس، عندنا النانو تكنولوجي وغيرها. أنا راح أمشي عليهم واحد واحد. الروبوتكس مش يعني روبوت وإله أرمز. الروبوتكس يعني نعمل العمليات الروتينية بشكل يكون عندي إيش اسمه بوت. هذا البوت يملك دماغ، الدماغ هذا بيعمل على إعادة العمليات الروتينية بشكل بسيط. طيب، عندنا البايو انفورماتكس والنانو تكنولوجي، خلينا نبعد عنهم شوي. راح نحكي عن السكس جي لأنه معنا مهندسين. كل العالم بيحكي عن الفايف جي. أنا السنة الماضية وناقشت فيها وبلشنا نشتغل فيها بالإمارات إنه الفايف جي هي لا تؤثر على أدوات إدارة المستقبل وعلى كفائتها. لازم نحكي عن السكس جي. السكس جي هي سرعة انتقال الباكتس، وهذا اللي بيأثر على العمليات، وهذا ما نحتاجه بالليرنينج 4.0. وهلأ بحكي ليش رح نحتاجه. طبعا في تقنية البلوك تشين،
هي بوكسز، كل بوكس بملك فيه مجموعة من المعلومات مربوطة بيناتهم بتشين أو سلسلة، هاي السلسلة بنسميها الهاشكي. التغيير على المعلومات هنا بيكون أصعب طبعا، خلال شهر 9 أو 10 راح يتغير البلوك تشين ويصير اسمه داك تشين. داك تشين، داك تشين هو حل مجموعة من التحديات والمشاكل اللي راح تغير بالبلوك تشين وطريقة عملها. طبعا الجدير بالذكر انه السكيورتي بالعالم راح يكون مبني على البلوك تشين، واثر البلوك تشين بالعالم راح يكون اثر يزيد على اثر الانترنت بالتسعينات. فهاي من التكنولوجيا اللي كتير مهمه ولازم ينحكى فيها، وان شاء الله بسيشنز ثانيه بنحكي فيها وبنحكي عن الموضوع. الاي او تي، انترنت اوف ثينجز، طبعا كل الناس اللي عم تشتغل على انترنت اوف ثينجز اللي راح يتغير فيها انترنت الاشياء راح يصير اسمها انترنت اوف اوبجكتس، وبتختلف على انترنت اوف ثينجز. بساطة العلم، انا عم ببسط الامور، اي اوبجكت، موبايلك، كاستك، اللابتوب اللي قدامك، الاي سي اللي شغال، كل هاي الشغلات اللي حواليك اذا قدرت تستقبل وترسل معلومات فهي ومشبوكة على الانترنت عشان ترسل هاي المعلومات، فانت حققت هنا الانترنت اوف ثينجز. ليش راح يصير اسمها انترنت اوف اوبجكتس؟ لانه راح تتغير هاي الاوبجكت ويصير تملك دماغ يقدر يحكم على المعلومات المرسله والمستقبله داخليا من نوفي. ندخل على الاوتونوموس، سايبر سيكيورتي، نيورو تكنولوجي، سمارت اوتوميشن، كوانتم كومبيوتينج، 3 دي برينتينج، هم ادوات برضو راح تكون بالويف الثالث بالذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل. طبعا الفيوتشر اوف انرجي وتغير الفيوتشر اوف انرجي بالعالم كثير مهم نعرفه، اللي هو صرنا نشوف الكيوتك بروبلمز ونشوف كيف بتنتقل الطاقة وكيف ممكن نخزن الطاقة ونعيد استهلاكها حتى من الطاقة الحركية للإنسان، وهذا موضوع توبيك كبير بده يوم لحاله نحكي فيه. الأدفانس ماتيريال هي أهم نقطة استثمارية للناس اللي بيدوروا على مشاريع استثمارية زي ما دكتور رامي. دكتور رامي، هلأ أنت قاعد بتعرض سلايدز ولا لسه؟ أنا عم بعرض سلايدز. هل واضحة عندي الجميع؟ أنا عندي مش واضحة. تطلع لي has started screen sharing بس. للأسف. خليني أعمل stop sharing معناته. من؟ وأرجع أعمل sharing كمان مرة. هيك طلعت؟ لا طلعت صورتك. لا. أوكي. برضو هيك أيوة. طلعت ايوه تمام. شكرا، انا بعتذر. لا بسيطه. اوكي هذا بس عشان مو نمرق الامور، هنا التعريف تبعي اللي عرفتكم علي فيه، وبعدين دخلنا حكينا عن الفيوتشر مانجمنت تولز اللي موجودين بالعالم. وصلنا للادفانس ماتيريالز وحكينا عن الادفانس ماتيريال انه هي احد الفرص الاستثماريه، وهي دمج مجموعه من العناصر باستخدام الذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل. اوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي هما احد اهم عناصر التعلم اللي راح نحكي عنهم بالتفاصيل هلا. ارتفيشال انتليجنس هو ببساطه العلم الاله اذا كان فوق عليها دماغ انسان، هذا الدماغ يملك من الخبره الكثير وقادر على اتخاذ القرارات والتفكير فيها، فمعناته احنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي. ببساطه اذا قدرنا نحط على الاله دماغ يفكر بطريقه نفس تفكير طريقه تفكير الانسان، فاحنا الاله مبنيه على الذكاء الاصطناعي. الموضوع كلياته ما بحكي، لا ما تقولوش مش عارف شو الموضوع كليات. اذا بعد اذنكم، اذا الكل بحط ميوت بعد اذنكم، وبتشرف بوجود الاخ هاني. الموضوع كليات بنحكي عنه هو تمكين، هي اداه تمكين. الذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل جميعها هي ادوات تمكين يا اخوان، هي مش ادوات راح تزيل الدور البشري في الحياه، وهذا من اهم الامور اللي لازم نعرفها ونشتغل عليها بحياتنا.
هاي هل وجود الثورة الرابعة بشكل عام وأدواتها المتكاملة هاي راح يزيل الدور الإنساني؟ لا، هو راح يغير القدرات والممكنات اللي نحتاجها عند الإنسان وطريقة تفكير الإنسان بالأعمال المنوطة إليه بغض النظر عن أشكاله. الأدفانس أناليتكس، وهذا موضوع كثير مهم باللرنينج 4.0، اللي هو دخول التحليلات المباشرة والغير مباشرة وتخزينها في البيج داتا، أو هلأ تغيرت صار اسمها السمارت بيج داتا. طيب شو يعني بيج داتا؟ شو يعني بيانات ضخمة؟ بحياتنا صار في سنسرز لكل شيء تبعته بترسل معلومات، صار عندنا السوشيال ميديا اللي كل يوم بنحط ستيتس ومعلومات عليها، صار عندنا كثير مصادر معلومات. هاي مصادر المعلومات اذا قدرنا نجمعها بمكان واحد وقدرنا نطورها ونستخدمها لتغير بالاثر على المتعلم او متلقي المعلومه، فهون احنا بنينا شيء اسمه الادفانس اناليتكس او التحليل المتقدم، او هلا راح يصير اسمه سمارت بيج داتا او البيانات الضخمه الذكيه. ليش حكيت لكم عن هاي الادوات؟ لانه هاي الادوات ما بتشتغل، لا يعني الذكاء الاصطناعي هو عمودها الفقري، بس الذكاء الاصطناعي لوحده لا يفيد اذا بيشتغل لحاله. وهذا من الشغلات او من التقاليد الاكثر او من المعلومات الاكثر شيوعا اللي الناس كلها بتحكي فيها. بيجي بيقول لك يا جماعه الخير تعال نبني شغله على الذكاء الاصطناعي، او بدنا نبني كذا على الذكاء الاصطناعي، بس الذكاء الاصطناعي لوحده لا يستطيع حل جميع المعضلات. بالعالم اللي منعيش فيه بآخر 5 سنوات الإنسان شاف نوعين من البروبلمز، كان يشوف نوع واحد الباينري بروبلمز. الباينري بروبلمز كان في عندنا السمبل بروبلمز والكومبلكس بروبلمز، هذه الجهة اللي كنا نشوفها ونحاول نحل مشاكلنا فيها. بعدين صار في عندنا الكوانتم بروبلمز. الكوانتم بروبلمز بالحياة احنا ما كنا نشوفها، يعني احنا كنا نحكي لو هذا واير بدخله معلومات بطلع منه نفس المعلومات، this is binary، هذا اللي منشوفه اللي بدخل نفس اللي بطلع. المشاكل اللي صارت تظهر مع وجود الذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل صارت مختلفة تماما. اوكي، صرنا نشوف المور كومبلكس بروبلم وصرنا نشوف الكيوتيك بروبلم، وهذا اشي خطير جدا، لانه احنا بحياتنا او بالاشياء اللي طورناها من الثوره الصناعيه الاولى لحد الان او من الثوره الزراعيه لحد الان هي بس السمبل بروبلمز والكومبلكس بروبلمز. هذا فتح للانسان مجالات كثيره. طيب هذا الحكي اللي حكيته كلياته كيف بيغير بنظريه التعلم اللي متعودين عليها؟ عم نسمع اخر فتره بستيم ليرنينج او التعلم بنظريه الستيم والتعلم بنظريات اخرى. طبعا انا بوجهه نظري وانا ناقشت فيها جيت لابس وناقشت فيها جوجلز وناقشت فيها اكثر من شركه، وهو انه الفريم ورك هاد ناقص. اذا بنطلع عليه يا اخوان من 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 هيستوريكال فيو راح نشوف انه هذا الفريم ورك ناقص. ليه؟ لانه هذا الفريم ورك عشان يشتغل صح لازم ندعم فيه ادوات اداره المستقبل. فبدل اندستري 4.0 اللي بتشوفوها بالنص هاي السوداء لازم نشيلها ونحط ليرنينج 4.0. طب كيف بده يشتغل هذا كلياته؟ بليرنينج 4.0. اذا قدرنا نفاعل او نخلق تفاعل بين الديجيتال وورلد، الديجيتال وورلد اللي هو الاي ليرنينج اللي احنا متعودين عليه، سيستم بيطلع لي معلومه بعمل امتحان خلصت المعلومه، هذا الديجيتال وورلد، هذا الديجيتال اي ليرنينج اللي احنا متعودين عليه. يا اخوان اللي انا بحكيه هذا فريم ورك بتطبق على اي شيء بالكره الارضيه، على الروبوت اللي بيعمل سكيلينج بالهندسه، على الاي ليرنينج، على الزراعه، على الصناعه، على اي شيء بتقدر تطبق الفريم ورك. فانت اذا بتشيل، في حدا عم بخربش جعباله يخربش معنا. طيب اذا انت بتشيل الليرنينج وبتحطه محل الاندستري 4.0 راح تشوف انه اول عمليه تفاعل هو الاي ليرنينج الموجود عندنا حاليا اللي هو احنا بنستخدمه، اللي استخدمته وزاره التربيه والتعليم في الاردن مثلا. تمام، فانت شو اهم المشاكل اللي شفناها بالديجيتال وورلد؟ هاي ما في تفاعل لا مع الفيزيكال وورلد اللي هي الطالب اللي قاعد قدامه ولا مع الفيرتشوال وورلد. طب الفيرتشوال وورلد وين؟ هو تفاعل الاي ليرنينج
مع آلة أخرى. طب آلة أخرى زي إيش؟ زي الموبايل يا أخوان. هذا الموبايل اللي قدامنا، أوكي؟ هذا الموبايل أنا بقدر، لازم الإيليرنينج عشان يكون شغال صح يتفاعل مع المشين. فإحنا زمان كنا نهتم بالكوميونيكيشن مثلاً human to human، هلأ لازم نهتم human to machine machine to machine، وهذا إشي كتير مهم. المبدأ هذا اللي بدكم تمشوا عليه إذا قدرنا نبني، معناته الخلاصة من السلايد هذا، إذا قدرنا نبني سيستم معرفة أو سيستم قادر على بناء المعرفة لإنتاجها بين الديجيتال وورد والفيزيكال وورد والفيرتشوال وورد، معناته إحنا خلقنا بيئة تعليمية متكاملة، وهذا أهم هدف بالليرنينج 4.0. الليرنينج 4.0 بحكي لك شو؟ بحكي لك لازم تخلق أدوات للقياس، لازم تخلق أدوات للقياس السلوكي، لأنه زمان كنت تضيع وقت مثلاً بنقابة المهندسين تطور القدرات السلوكية للشخص. الحين بليرنينج 4.0 أنا ما بهتم بالقدرات السلوكية، لأن القدرات السلوكية راح تيجيني من تفاعل الديجيتال وورد مع الفيزيكال وورد. يعني السيستم لازم يعملها إكستراكشن، يطلعها. يعني مثلا أنا هلأ عم بعمل إميتيتين، عم بحرك إيدي جستشرز، هذا اسمه بادي لانجوج. المفروض لأنه إحنا بعصر الاندستري 4.0 أنا ما أضيع وقتي مع المهندس أدربه بس بالبيهيفيرال سكيلز، لازم البيهيفيرال سكيلز السيستم يقراها لحاله. بعدين شو بصير؟ بعدين بصير تفاعل بين الفيرتشوال وورد والديجيتال وورد. طب كيف بصير هذا التفاعل؟ بصير إشي اسمه أدابتيف كونتنت. شو يعني؟ يعني أنا مثلا خلصت كورس بروجكت مانجمنت مع طلاب الهندسة او مع مهندسين بنقابة المهندسين، وحضر الكورس البروجكت مانجمنت قدامي على الكاميرا هاي. السيستم لازم لحاله يطلع لي مشكلة كل واحد بالقدرات السلوكية تبعه، ويطلع كونتنت بناء على القدرات السلوكية تبعه. فهنا انا ما بضيع وقت بأعطي قدرات سلوكية لهذا الشخص. هذا اشي كثير مهم بالمرحلة الحالية. طب احنا شو صار معنا مشاكل تانية بالاي ليرنينج اللي طبقناه بدولنا، غير مشكلة اني انا ضيع ما انتبهت لموضوع السلوك وطورته. اثنين، عشان الاي ليرنينج يكون صحيح لازم الكونتنت اللي بيطلع يختلف باختلاف القدرات الشخصية للبني ادم او للانسان اللي بتفاعل مع الاي ليرنينج. شو يعني؟ يعني مثلا في قصيدة مطر أنا لهسه بتذكرها، عمري ما حفظتها بس بحفظ العنوان تبعها، تمام، كانت بكتاب اللغة العربية. قصيدة مطر، أوكي، هي قصيدة مكتوبة بطريقة معينة، بس أنا بحكي للطالب لازم تحفظ بيت أو بيتين. طيب what if الشخص كان analytical، مش شخص ميموراي، مش شخص بحفظ، what should I do؟ معناته content مطر القصيدة يجب أن يختلف باختلاف التايب الدماغي للشخص، وهذا التفاعل بين الفيزيكال والديجيتال أجين. طيب هاي مشكلة تانية. طب التشالنج الثالث، متى بقدر أقيس الانجيجمنت، درجة الاندماج بين الشخص اللي بيحضر الكورس والكورس نفسه؟ هل في حدث؟ هل في انسيدنس؟ يعني انتوا لما بالهندسة تعملوا incidence management تستنوا حدوث الحدث. طب ما هو الحدث الذي سيؤثر ويقيس درجة الانجيجمنت للطالب؟ هذا السؤال كثير مهم يا اخوان. الحدث ببساطة هو خوارزمية تسلا لسائق السيارة. سايق السيارة وهو بتحرك وسايق سيارته، إذا صار عليه أي distraction، يعني إذا أنت رميت عليه بيضة من الشباك مثلا، عينه لا شعوريا راح تطلع للشمال. حركة بؤبؤ العين ودرجة توسعه هي أفضل درجة قياس للإنجيجمنت. كيف؟ عن طريق الكاميرا اللي قدامك اللي أنت بتستخدمها على الموبايل، عن طريق الكاميرا اللي بتستخدمها على اللابتوب أو على الآيباد. إذا قدرت الخوارزمية تقيس درجة توسع العين
منقيس درجة الانجيجمنت وقت حدوث الحدث. الحدث شو هو؟ انه عم بصير كونتنت قدامي وعم بعرض لي هذا الاشي. هذا اشي كتير مهم، هذا اشي كتير كتير مهم. واذا بدك تربط درجة الحدث تربطه بشغلة تانية يا اخوان، بتربطه باشي اسمه الـ ROK Return of Knowledge. شو يعني Return of Knowledge؟ زمان لما كنت تطلع مدرب يقيس لك التقييم القبلي والتقييم البعدي. طب انا بإي ليرنينج انا مش شايف الناس كلياتها. هاي مثلا مستر هشام مشغل الكاميرا، دكتور هاني مش مشغل الكاميرا، طب انا كيف بدي اقيس العائد على المعرفة بلحظة من اللحظات؟ وواحدة من الشغلات الكثير مهمة عند المدرب انه يقدر يقرأ لغة الجسد، تمام؟ بس انا مش قادر اشوف الجسد لأقرأ. فلازم يكون في تفاعل بين الـ Virtual World هنا والـ Digital World. بنضلنا نتطلع بالمثلث هذا. طب شو التفاعل اللي بدنا نقيس فيه؟ هنا بدك تستخدم خوارزمية تانية اسمها Regression AI. ليش الريجريشن وليش الكلاسيفيكيشن بيشتغلوا مع بعض؟ في هنا عملية بنسميها المالتيبلاير، ان شاء الله بسيشنز ثانية بحكي لكم كيف تبنوها بخمس دقائق بدون ما تعرف كودينج. مش ما فيش داعي تعرف كودينج بالاي اي. الاي اي للحلاق والطباخ والدكتور والمهندس وكل العالم، وبقدر يبنوا اي برنامج اي اي بدون كود. طيب ليش كثير مهم نعرف اللي حكينا عنه اللي هو التفاعل بين الديجيتال وورد والفيرتشوال وورد؟ القصة بسيطة جدا. إذا أنا كنت قاعد بحضر هذا الكورس وفاتح التلفزيون، معناته في إشي اسمه noise distraction. noise distraction هاي شو بتقيس؟ بتقيس حدث معين وهو الـ environment التعليمية. هذا اللي كان ناقص بالإي ليرنينج. أنا ممكن أكون طالب بحضر كورس وقاعد مع أبوي بسولف، أو ممكن أحضر كورس وفاتح على الموبايل على الفيسبوك بحضر بس عشان أمضي وقت. طب كيف بدي أقيس هذا الموضوع؟ المفروض يقاس النويز and distraction level. من وين؟ من المايك الموبايل إذا بستخدم الموبايل بالآي ليرنينج، أو من المايك اللي موجود على اللابتوب. طيب هذا اللي أنت بتحكيه ممتاز، معناته أنت هيك عم بتحسن الإي ليرنينج وبتطوره للآي ليرنينج أو ليرنينج 4.0. بس في عندك مشكلة يا دكتور رامي. شو هي المشكلة يا أخوان؟ المشكلة في إشي اسمه Data Privacy Act، يعني سرية معلومات الشخص. افرض أنا شخص، أنا حرمة ومحجبة، أنت إذا بدك تسيف صوري وأنا بحضر الكورس، معناته أنا يمكن أكون مش محجبة وأنا بحضر الكورس ومش مشغلة الكاميرا. طب شو بدك تعمل؟ طب هل من حقي أنا كمزود خدمة أسيف المعلومات أو أعمل سيفينج للمعلومات تبع الصوت؟ افرض حرمتي بتسولف معي بشغلة برايفت. هنا بده يجي اسمه short period memory، بده يكون بنفس الاي ليرنينج short period memory. طب ليش short period memory؟ عشان تسيف الصوت وتسيف الصورة، تتحلل بالخوارزميات وتلغي. من وين؟ تلغي من الذاكرة تبع النظام التعليمي. وهذا تفاعل مرة أخرى بين الديجيتال وورد والفيرتشوال وورد. اطلعوا على البيراميد منيح. البيراميد فيه عين واحدة اللي هي بالتوب اللي هي الديجيتال وورد. العين هاي شغلها تشوف وتقيس الحدث. اطلع على الجهة اليسار الفيزيكال وورد، فيها إيش؟ فيها الآلة والتفاعل مع الآلة. طلع على اليسار الفيرتشوال وورد، فيها الخوارزميات. معناته لازم أربط هاي الثلاث شغلات مع بعض عشان أبني آي ليرنينج سيستم، انتليجنس ليرنينج سيستم، وهو الاسم الثاني له ليرنينج 4.0. كل هذا اللي حكيت لكم إياه هو بس مقدمة كيف أبني وكيف أفكر بالليرنينج 4.0. معناته لما تسألني ليش الناس اللي قدمت امتحانات بالتوجيه مثلا وحطت ضع دائرة وحلت ضع دائرة جابت علامات عالية، هذا تحليل للي صار. ليش الناس بالمدارس اللي امتحنت اي ليرنينج جابت علامات عالية؟ ليش الشخص اللي كان راسب بكل مواد الجامعة جاب الفصل هذا فور؟
لأنه ما فيش أداة قياس للحدث. كنا نشتغل وقت الأزمة بالليرنينج 3.0 أو الإي ليرنينج، كنا نتعامل بس مع الديجيتال وورد. يعني شو كان يهمني؟ أنه أجيب مدرس شاطر أخليه يصور فيديو شرح مادة الرياضيات مثلاً، أو شرح مادة كمبيوتر ساينس 101، وأعرض عليه الماتيريال وأطلع له أسئلة بآخر الكورس. بس هذا لا يصلح حالياً، لأنه ليش؟ تنساش إحنا بنتعامل يا أخوان، هنا في بارت سايكولوجي بالموضوع، إحنا بنتعامل مع جنريشن ألفا بلس، الزيتا وقبلهم، هذا جنريشن أنت بتقدر تضحك عليه. بس بدك تعرف شغلة كدكتور أو كمدرب أو كفرد بالعائلة أو كأب، حالياً تفاعلك مع ألفا بلس جنريشن أو جيل الألفا بلس هو جيل يملك من المعرفة التقنية ما لا تملكه أنت كشخص مطور. فلازم دائماً تحترم قدرات هذا الجيل. أعطيك مثال تاني، في جامعة من الجامعات الأردنية طلابها جابوا علامات كاملة بمادة الإدارة، فعلياً نزلوا أبليكيشن اسمه سوكراتس. سوكراتس بتصور السؤال بالموبايل بيطلع لك الجواب، لو كان مالتيبل تشويس بيعطيك الجواب الصح، والناس كلها امتحنت وأخذت الامتحانات وحلت، فعلياً هو الموبايل اللي حل الأسئلة. طب هل أنا حليت هذا الموضوع؟ هل راعيت هذا الموضوع؟ وهو تفاعل بين الفيرتشوال والديجيتال. هل بنعرف اصلا احنا كأشخاص مدراء ومنسقين ومدربين واخصائي بنعرف عن موضوع سقراطس؟ حاولنا نحل موضوع سقراطس؟ انا بتوقع لحد الان ما حدا فكر فيه. هذا ان جنرال، بس عشان ندخل بالجو وناخذ فكره عن ادوات اداره المستقبل بشكل عام، هذا فيديو قصير تقدروا من خلاله تتعرفوا شو هي ادوات اداره المستقبل الموجوده في العالم. هلا راح نشوف. أخيرا دخل.
ساعتين. طيب القاعدة العامة يا أخوان لازم نعرفها. بعد شفنا أن طبعاً أعطتكم بس هيك أمثلة سريعة على أدوات إدارة المستقبل اللي راح تتغير مع العالم، بس المهم كثير نعرفه ما هي التوجهات العالمية في بناء قدرات المستقبل، وليش مع وقت الكورونا إحنا صرنا نحكي إنه we want the skill we don't want the certificate أو the academic certificate. وشو تأثير هذا الكلام علينا؟ بنرجع للقاعدة، في ثلاث محاور للمثلث: العين، الفيزيكال، والفيرتشوال. إذا قدرنا هدول الثلاثة نفاعلهم مع بعض بنقدر نحصل على ما يسمى، وياريت تكتبوها عندكم الكلمة، CAMS Competency Assurance Management System. ولما طورنا مع أدنق ومع شيفرن وهلأ بالطريق مع إن شاء الله مع شركة من السعودية، لما طورنا نظام القدرات الجديد، شو نظام القدرات الجديد بيقول لك؟ إنه كل قدرة محتاج يكون evidence، دليل. هذا الدليل بورجيني هل هذا الشخص competent أو non-competent، هل هو كفؤ أو غير كفؤ. طب شو خص هذا كنا نعمله زمان، شو الفرق هلا؟ الفرق انه انت هلا you shouldn't spare some time او تصرف وقت اكثر على البيهيفيرال كومبيتنسيز، القدرات السلوكيه. ليش؟ لان القدرات السلوكيه هلا التكنولوجيا الحديثه والليرنينج 4.0 بيقدر يعملها اكستراكشن، يطلعها من سلوكك مع الاله. واطلع يعني زمان كنت اعمل انا مثلا، اعطيكم مثال، لما كنت بدي اعرف رامي هل هو شخص ريد او بلو او يلو او جرين، طبعا كل واحدة بنظام الاس دي اي لها معنى، هاو تو ديل وذ كونفليكتس، للانجينير مثلا، كان كنت ادخل الشخص على بيهيفيرال سكيلز طويل عريض عشان اعرف هل هو وات تايب اوف بيرسون هي از. هلا اي دونت نيد تو ويست ماي تايم، ويست ماي ماني، ويست ماي انفستمنت بهذا الحكي. هلا لازم تكون 70-30، يعني 70% بصرفه على التكنيكال و 30% مقسمة بين الـ organizational competencies أو القدرات المؤسسية و 15 والباقي قدرات سلوكية. سلوكية بأي معنى؟ سلوكية بمعنى إنه زمان كنت أعطيه problem solving، هلأ بعطيه problem solving with machines. كيف أخلي أدوات إدارة المستقبل اللي حكينا عنها تتفاعل مع الإنسان عشان تحل المشكلة؟ هاي التوجهات العالمية. فأنا لما تيجي حكومة معينة تقول لي أنا بلشت الإي ليرنينج، وأول إشي بطلع عليه أنت قديش قدرت تبني بروفايل الطالب. كيف قدرت أبني بروفايل الطالب؟ يعني أنا لما امتحنت رياضيات وفيزياء وكيمياء مثلا، أو أخذت كورس بروجكت مانجمنت وانسيدنس مانجمنت وريسك مانجمنت، أنت قديش قدرت تطلع لي بروفايل لهذا الشخص؟ يعني ما هي القدرات السلوكية اللي طلعت فيها ببروفايل رامي لما أخذ هاي الثلاث كورسات؟ وهذا إشي كثير مهم، هذا بيعطينا ريبورت كامل، أو يعطينا هلأ بالعلم الحديث ما يسمى البيرسونا، تمام؟ وهاي التوجهات والتغيرات اللي عم بتصير بتشوفها أثرها على الهيكلة الحكومية، على المسرعات الأعمال الحكومية، وعلى النماذج الحكومية. حمزة وين بتلعب؟ النماذج الحكومية اللي بتواكب العصر. يا رجاء بس نحط كلنا ميوت عشان نقدر نسمع بعض. طيب كثير حلو اللي بتحكيه، ممتاز. وين وصلنا هلا؟ عشان تبني اذا بدك learning 4.0 صحيح، لازم اعرف learning 4.0 تبعي اللي انا عم ببنيه هلا كيف انقله او اضيف له ميزة تفضيلية. ليش فنلند مثلاً بالتعليم والتطوير هي رقم واحد حالياً؟ هي وإيرلندا، لأنه بيشتغلوا على الميزة التفضيلية. لازم أعرف البزنس موديل اللي أنا عم بشتغل عليه بمؤسستي، على أساسه بقدر أختار التكنولوجيا اللي بستخدمها بمؤسستي، على أساسه بقدر أطور القدرات الموجودة باللرنينج 4.0 تبعي. وهذا إشي كتير مهم. يعني أنت مستحيل تنقل الليرنينج كيرف تبعك بالمؤسسه او الليرنينج سكيم تبعك بالمؤسسه بدون ما تعرف شو التكنولوجي اللي بدك تستخدمها، وين بدك تستخدمها، وكيف تنتقل بالبزنس موديل تبع مؤسستك فيه.
طيب شو فائدة استخدم الليرنينج 4.0 ان جنرال بالعالم كلياته؟ ايش فائدته؟ انا ممكن احكي لمديري انا بدي انتقل من التعلم العادي او التدريب العادي او التحسين بالتعليم العادي للليرنينج 4.0. اول اشي بحقق 75% الانوفيشن والجروث. الجروث على نحكي هون عن التعليم فقط، يعني بزيد العائد على المعرفة بمؤسستي. انا خليتك ما تتعب بالموضوع، يعني طلعت لك الفايندينجز بالمينيمم شفل بالدرجة المينيمم فيها. 83% بخلق ميزة تفضيلية عندي بالمؤسسة. كيف؟ باني انا بعمل اكستراكشن للبيرسونا تبع الشخص او البروفايل تبع الشخص. 92% بخلق اوبريشنال اكسلنس بتحسن اكثر بالمؤسسة اللي عم بشتغل عليها. كيف؟ باني بحسن القدرات التكنيكال. انت بالاخر هلا بكل بزنس بالعالم عندك تو بزنس موديل بتشوف. بتشوف الرننج بزنس موديل والديفلوبينج بزنس موديل. الرننج بزنس موديل هو اللي بيجيب لك فلوس، هو اللي بيجيب لك الكاش. الديفلوبينج بزنس موديل يو جاست وايب ذم تو ورك مور. هذا العالم بيشتغل عليه حاليا، امريكا بتشتغل عليه، اليابان تشتغل عليه. سو وات شود اي دو؟ اذا بستخدم الليرنينج 4.0 انا بصير اشتغل على التو بزنس موديل بون ليفل. ليه؟ لاني عم بحث بعمل اكستراكشن واوبتمايزيشن واوتوميشن للعمليه، فانا ما بصرف وقت وانفستمنت عليها. عشان هيك لما تيجي دوله معينه تعمل اي ليرنينج وتخلق النتائج العالية بصفوف معينه او بجامعات معينه، باجي بقول لهم انا واتس يور نيكست جينيريشن اوف اوبريتنج اكسلنس. يعني انت كيف بدك تطلع وتعمل تفاعل بالمثلث اللي حكينا عنه اذا قدرت تصرف كل هالمصاريف عشان تعمل اي ليرنينج، مع انه انت بتقدر تنط عن الاي ليرنينج وتعمل الاي ليرنينج. تعمل 57% سمارت. ولما نحكي سمارت نحكي عن انفايرمنت، يعني انا بصير يهمني كمستخدم للاي ليرنينج بصير يهمني دائما الانفايرمنت تكون سليمه. فراح تلاقي انه شوي شوي الناس بتقلل انه تحضر الكورس اونلاين وهي بتطلع على التلفزيون او هي بتلعب بالموبايل او whatsoever. سمارت اوتوميشن وهي انذر ليفل من الاوتوميشن. هون بنحكي عن امبروف بالسيرفيس وبالبرفورمانس والريال تايم امباكت، يعني حصول على نتائج وقت حدوث الحدث بالتعليم، وهذا إشي كثير مهم. تمام. طيب شو عم بصير؟ بدي احكي عن نموذج الاولويات. هلا انا عرفت انه انا بدي ليرنينج 4.0 او الاي ليرنينج، عرفت انه بدي نظام يحل لي التحديات اللي حكينا عنها بالمثلث، عرفت انه بدي المثلث يتفاعل الثلاث اقطاب مع بعض، وعرفت انه لازم اشتغل اذا بدي اشتغل على استراتيجيه الدوله، بسموها نيشن استراتيجي او استراتيجي اوف نيشن، استراتيجيه تعليميه، واذا بدي اشتغل على استشراف بالخدمات التعليميه، واذا بدي ما اوقع جامعاتي بمؤشر الاي اي اندكس العالمي مثلا، احكي انه التعليم عندي عم بيأثر على مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي فبنزل زي ما نزل المؤشر تبعنا بالخدمات الإلكترونية تبع United Nations أو USA. لازم أعرف شو الاتجاهات عندي بالتعليم وماذا يجب علي فعله وهل أستطيع فعله وكيف أستطيع فعله. هدول الثلاث أشياء بيخلونا نتحرك بدائرة مع أو عكس عقارب الساعة. بالوضع الطبيعي النقطة الدائرة الزرقاء هي إيش أنا بملك resources. عندي جامعات حكومية، عندي جامعات خاصة، عندي جامعات فيش فيها انترنت، عندي جامعات فيش فيها كمبيوترز. هذا واقع الحال. إذا إجت دولة X عملت e-learning وعملت content وقادر توصل بجامعاتها الحكومية واواوا، فهي تريد. فهي الاتجاهات الموجودة في العالم، الطريقة اللي حلوا فيها أزمة كورونا التعليم. أوكي، هاي الاتجاهات، هاي هون. تمام، هون الاتجاهات اللي حلت فيها العالم. بس هل انا بقدر احل هاي، احل نفس الطريقه اللي حلها فيها العالم؟ لازم افكر. طب شو لازم اعمل؟ لازم اتحرك من الكود او تستطيع او الموجود ل وود او سوري شود اللي هو يجب. طب عمليه التحول هاي كيف بدها تصير؟ عمليه التحول هي التفاعل بين اقطاب البيراميد الثلاثه اللي حكينا عنها. كيف بتصير هاي العمليه؟
عن طريق التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة. كيف بتصير هاي العملية راح أحكي لكم هلا. بعدين بدي أتحول من الشود للود اللي هي المنطقة هاي، وهي ما بتتحول إلا بالابتكار. وإذا إن شاء الله في منكم بيكون بالسيشن اللي بعده اللي راح يكون مع حكومات دبي والسعودية والكويت والبحرين اللي هم مدراء الابتكار والذكاء الاصطناعي، راح أحكي لهم عن تطبيقات ابتكارية استطاعت إيجادها مشكلة كورونا عشان تتحول بعض الحكومات بقدرات التعليمية وقدرات الخدمية كمان. فهنا بالمرحلة هاي اللي بده يصير فيها تحول نحتاج لمختبرات وتجهيزات داخلية. كتير بسمع إنه إحنا دولة ما عنا بادجت وما عنا فلوس وما عنا كل هاي الشغلات. أنت هنا عم تحكي عن 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 فرصة راح تجيك بعد 100 سنة. يعني إذا أنت ما خلقت الاستثمار فيها راح تضلك بمنطقة التحول بين ال هون وهون. الانتقال اللي إحنا بنحاول نخلقه بدول العالم الثالث من الكود للود اللي هو بالخط الأصفر هاد بدخلنا على منطقة التعليق أو بنسميها suspension area. شو يعني suspension area؟ يعني بتلاقي الدولة عم بتحط استثمارات في الشغل تبعها وعم بتحاول تطور القطاع الحكومي أو قطاع التعليم أو قطاع الخاص، بس ما عم بيأتي أكله، ما عم بيجيب نتائج. عم بتلاقي بالعكس إحنا عم نتراجع، وهذا صار الحكي بكتير دول انها عم وبصير احد النتائج منها اذا بنعمل root cause analysis من النتائج منها زياده الكوربشن. تمام؟ فعشان هيك لازم لما نتحول نعرف كيف عم نتحول، وهذا بتقع فيه كثير او وقعت فيه كثير من الدول. وهذا السي دبليو اس من اهم الماتريكس اللي بتنبنى بالدول عشان تقدر تتحول. طيب ما هي منصة 4.0 للتعليم؟ رح نحكي عن هلأ عن حل تطبيقي واقعي موجود بنيناه وقدرنا نساعد ناس كتير كانت بتحاول تعمل دراسات بالماجستير والدكتوراه على الموضوع، وقدرنا ندعمها بالموضوع ويطبقوا ويجربوا على هذه المنصة، وقدروا انه فعلا يلاحظوا الفرق. يعني في مدرسة عم تدرس دكتوراه باللغة العربية استخدمت المنصة على 100 طالب، لقت انه هي بنت بيرسونا بروفايل وصار في تفاعل بينها وبين الطلاب اكبر بهاي المنصة. يعني اللي احنا حكيناه بالتفاعل البيراميد بالثلاث محلات هو مش خيال، هو شيء بلش تطويره وبدأ العمل عليه. وهي منصة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل لتتفاعل مع بعضها عشان تبني هاي المنصة. أهم التحديات اللي منشوفها نموذج تقييمات المرشحين، يعني كيف أنا بقدر أقيم المرشح بأنسيدنس اللي حكينا عنها الأنسيدنس مانجمنت، نستخلص الكفاءات السلوكية من المهارات المختلفة، سوء سلوك المستخدم وحوكمة الخدمة. هنا بنحكي عن حوكمة خدمة التعليم يا أخوان. طيب وسوء السلوك، سوء السلوك لما أنا طالب عندي يمسك الموبايل ويصور السؤال ويحصل على إجابة بسقراطس، هذا سوء استخدام وسوء سلوك. كيف بدنا نعمل له alignment؟ كيف بدنا نوقفه؟ المنصة 4.0 إذا بتمسك الموبايل وبتحاول تصور الشاشة نفسها بتصير بلر، يعني الشاشة بتبطل توضح السؤال. هنا تفاعل النظام عن طريق الكاميرا اللي موجود فيه ووقف خدمة أو سوء السلوك اللي عم بيستخدم. استخدام تقنيات داعمة كتير مهم انه نستخدم التقنيات الداعمه زي الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، وهو المرحله الثانيه اللي راح تكون من منصه 4.0. محتوى تفاعلي وقابل للتكيف لنوع المستخدم وعقليته، وهذا اللي حكينا عنه انه لازم الكونتنت تبع الماده التعليميه يختلف باختلاف قدرات الشخص، وهذا امر كثير مهم وبيأثر على العمليه التعليميه بشكل كثير فعال ومختلف. طيب شو لازم تعمل المنصة أو ليش منصة 4.0 أو ليش نتعلم بالآي ليرنينج؟ أول إشي الكاستمايزيشن، فولي كاستمايزيشن، اللي هي إيش؟ نتعامل بعلامات تجارية خاصة. إذا المؤسسة بدها علامة تجارية خاصة فيها بتقدر تحطها، أو المدرسة أو الجامعة
فهون ما منأثر على البراندينج تبع الجامعة، وهذا جزء من البزنس ما بنقدر ننكره. نتائج التقرير الرسم الدماغية للشخص اللي حكينا فيه منها قدرات سلوكية، قياس التركيز والابتكار والانسجام مع المنصة اللي حكينا، تفاعل بين الـ virtual world والـ physical world والـ world. عرض أسئلة لحظية، كل فترة بنعرض أسئلة نطلع، بتقرأ الكاميرا فيها بؤبؤ العين، توسعه والضغط عليه، أو إذا كان في distraction في ناس حواليه بتقيسها، وموضوع الصوت. تقارير قياس الجودة والتدريب وبيئة التدريب، لأنه أهم عامل من عوامل فشل الإي-ليرنينج هو بيئة التدريب. وبيئة التدريب نقصد فيها الانفايرمنت اللي حوالي، ابني جنبي، موبايلي بلعب فيه فيسبوك، التلفزيون بحضره وأنا بحضر الكورس وإلى آخره. الشغلة الأخيرة واللي موجودة هو بدل ما يكون عندنا خبير نسأله كل مرة ونستنى منه الإجابة، في عندنا تشات بوت خبير. التشات بوت الخبير هو 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 تشات بوت بيجيب على أسئلتك إيش مكان سؤالك بمجال التخصص اللي أنت فيه، وهذا كثير مهم. آخر إشي، ألفا بلس أو جيل الألفا بلس بيهتم ببساطة الجرافيكال يوزر انترفيس أو بساطة الصفحة الظاهر، وهذا إشي كثير مهم. وهنا بمنصة 4.0 حاولنا نراعي هذا الموضوع. الشغلة اللي بعدها، المنصة يجب أن تحاكي ماركت جديد. ليه؟ لأنه أنت بأكيد بالآي ليرنينج حتبيع أو حتستخدم الكورس بكوست أقل. يعني إذا أنت بتأخذ مثلاً بروجكت مانجمنت 3000 درهم، راح تبيع كورس البروجكت مانجمنت أونلاين بألف درهم. سو طب شو الحل؟ الحل عشان أضلني أنا بنفس مستوى الاستثمار وأجيب عائد على الاستثمار عالي، لازم المنصة اتحاكي أكثر من لغة بدون ما تزيد التكلفة. فمثلاً لو أنا بعرض كورس إدارة مشاريع باللغة العربية، لازم أستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي بتعمل على ترجمة كلام المدرب أو السلايد اللي بتعرضه بلغات، وهنا المنصة قدرت تعمل هذا الإشي بأربع لغات أساسية اللي هي الأردو والعربي والإنجليزي والصيني. وهنا شو أهمية هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع أول إشي بتحولنا ننتقل بالجراف اللي ورجيتكم إياه للكمباراتيف أدفانتج. ليه؟ لأنه بتصير مثلاً نقابة المهندسين تستقطب بكورساتها ناس بالهند بالصين بي 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 آخره، وبيقدروا هاي الناس تفهم لغة التدريب حتى لو كان لغة المدرب مختلفة عن لغة التدريب. مراقبة المتدرب خلال جمع المعلومات مع الحفاظ على سرية المعلومات، وحكينا عنه بالفويس ديستراكشن وبالكاميرا ديستراكشن الموجود. هذا 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 خدمات اللي بتقدمها المنصة بشكل عام. وهنا صورة للمنصة كتير مهمة، هاي الصورة. طبعا المرحلة الأولى اللي بتشوفوها هون هي مرحلة الدخول للمنصة اللي هي هاي، تدخل على المنصة باسم معين، بعدين بتشتغل بتلاقي مجموعة الدورات الموجودة عندك، المقاييس والمعايير اللي أخذها خوارزمية الذكاء الاصطناعي عندك، الجدول الزمني للدورات، وهنا بنقدر نبني الخطة التدريبية بشكل متكامل. وهنا عم نضيف الخدمات اللي هي الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللي راح تيجي مع الوقت، لأنه حالياً عندنا مشكلة بالكمبيوترات وتوزيعها، وعندنا مشكلة بتوفر النظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بكل مكان. طب شو كمان بفيدني هاي المنصة؟ اللي كثير مهم تفيدني فيها هي النتائج اللي شايفينها هون يا أخوان، اللي منشوفها هون. شو النتائج؟ نسبة التركيز بهذا الكورس اللي حضره 1.4%، يعني هذا الشخص كان مركز بالمية بالمية 1.4 بس. العائد على المعرفة قدر يقيس توسع بؤبؤ العين وحركة الشخص والبادي لانجويج تبعه 10%، يعني هذا الزلمة أو هذه الأنثى اللي حضرت الكورس استفادت 10%. تكرار الإعادة، إذا الشخص بعد كل موديول ما قدر يجاوب على أسئلة حدث صار، تمام، بيرجع بعيد اليونت مرة تانية. إذا ليش برجع يعيد اليونت مرة تانية؟ لأنه القياس والتفاعل بين المخرجات والقدرات المستقبلية اللي هون وهون ما لبى العائد على المعرفة اللازم للشخص عشان ينتقل لليونت الثانية. الوقت الكلي هو الوقت اللي بيحتاجه الشخص
بدور بالدوره اللي حضرها او عدد الدقائق اللي حضرها معدل الوقت. لو عنده اكثر من كورس هون بتقدر تحسب عدد الساعات. ايه ليش ضفنا هاي الشغلات؟ عشان نحسب مؤشرات الاداء الرئيسيه اذا بنحكي على مستوى مؤسسه، تمام؟ فبتعرفوا بالتدريب الاي ليرنينج بيختلف عن تدريب الاي ليرنينج. طيب وقت هون طلع لي اليونتس، كل يونت قد ايه قعد الشخص يقرا بالسبورتيف دوكيومنت تبعها. هون الاي اي فادنا انه يزيد يعطينا معلومات عن قد ايه هذا الشخص انتو ديتيلز الاداء الكلي للشخص. هون عندك قد ايه هذا الشخص استفاد من او الاداء الكلي بالمرحله الحاليه اللي هو 8%. بعدين حط لك صوره الدماغ تبع الشخص. هون بلش الاي ليرنينج يعمل اكستراكشن، يطلع معلومات الايش، يطلع معلومات السلوكيه للشخص. يعني بهاي الدوره اللي حضرها قدر يطلع هذا الشخص براكتيكال ولا ايديالستيك، ايموشنال او راشنال. طبعا من هاي النتائج بيطلع عندنا قدرات تدريبيه سلوكيه لهذا الشخص اللي حقق سكور انه رايت مايند بالبراكتيكال وانه رايت مايند بالراشنال. هنا عم نشوف انه السيستم ما طلع لي معلومات العاديه، بالعكس طلع لي معلومات تانية انا عم بدور عليها وبحاول اطلعها بالكانديديت اللي عماله بحضر معي بشكل عام. طبعا هذا قدامكم هنا شخص اوريدي عم بحضر، هذا الشخص اللي عم بحضر عماله السيستم بيحلل بصورته وبالقدرات تبعه زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين هنا. وبعدين هذا الشخص نفسه برضه طلع له مجموعه من الاسئله اللي طلعت له بوقت معين مع وجود والتفاعل بين الخوارزميه وبين الاسئله الموجود عشان يضله يقيس، تمام؟ هنا عم نشوف انه عم بقيس درجه الحركه. يا اخوان كل اللي حكينا فيه قبل التفاعل بين البيراميد الثلاث اجزاء موجود قدامكم بالاشياء اللي بتشوفوها هون. بعدين بتشوفوا هون النتائج عنده على كل يونت، طبعا هذا كله عم بقاس عماله بالاي اي، تمام؟ وبتشوف هون وضعه بالدوره اللي حكينا عنها او اللي حضر. هذا ان جنرال اللي عم بتشوفه قدامكم هو تطبيق عملي للي حكينا فيه، وجود الاي اي وادوات اداره المستقبل مع التعليم ايكوال ليرنينج 4.0، تمام؟ هذا تطبيق صغير على الموضوع. وهنا برضه بعد ما تخلص النتائج وحسب النتائج والى اخره والسيرتيفيكت اللي تطلع. هذا ان جنرال البارتس او مخرجات اللي بنشتغل عليها وكيف كل بارت بيشتغل بدخل في الذكاء الاصطناعي والاونلاين اسسمنت والى اخره. كل هاي الانظمه اللي عم بتشوفوها هي حل للتحديات اللي احنا مرينا فيها بالاي ليرنينج. وكثير مهم نعرف انه هاي التحديات راح تتطور اكثر وراح نضلنا نطور فيها اكثر. فعشان هيك تطور المنصه هو ليس راديكال تشينج، هو جراديوال تشينج. وهذا شيء كثير مهم نعرفه انه التطوير على ليرنينج 4.0 هو جراديوال وليس راديكال، لانه ما حدا وصل لفول ادابتيف كونتنت. شو يعني فول ادابتيف كونتنت؟ يعني بما انه طلع للشخص براكتيكال شو الماتيريال اللي لازم تطلع له بعدين. وهذا الاشي شوي شوي بتطور مع كل مؤسسه حسب تخصصها وبشكل عام حسب ما بتشتغل. هذا ان جنرال موضوع الليرنينج 4.0 حبيت احكي فيه شوي، وان شاء الله اكون فدتكم. واذا في اي سؤال انا تحت امركم، وهي معلومات التواصل الخاصه فيي باي وقت لاي موضوع بتحبوه بموضوع الليرنينج 4.0. واذا في اسئله اكيد هلا باب الاسئله مفتوح. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. الصراحه يعني انا عشت ايام ما كان التلفزيون يعمل تعلم عن بعد، فهلا مع الدنيا الجديده والارتفيشال انتليجنس ما عاد متلقي العلم على كيفه، بالعكس بجوز مضبوط اكثر ما يكون قاعد بالصف. اذا تم تطبيق هذه الامور في الصف ممكن الدكتور او المدرس ينتبه لاربع خمس طلاب يعني ياخذوا انتباهه، انما هون كل واحد قاعد بيندرس بلا خصوصية. يعني حتى بشوف بدخل لدماغه بشوف كيف تصرفه، بيعطيه ريبورت
الصراحة أتمنى إنه نشوف هذه الأشياء مطبقة وقريبا ويستفاد منها في أماكن كثيرة. ما بدي أنا أخذ وقت الزملاء، أنا حابب أسمع من الزملاء إيش الفيدباك معاهم. في أخ رفع إيده، إذا بحاول إني أعرفه، أو هو يعني هو الوحيد اللي رفع إيده، إذا لساته موجود أو لا. اسمه غريب شوي، لا كأنه مش موجود. بيكي ماي مي، كأنه مش موجود. اللي بحب يتفضل يسأل لو سمحتوا، بيقدر يعمل unmute على المايكروفون تبعه ويتفضل بالسؤال. تحياتي، أنا صالح الغام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور رامي، السؤال الحقيقة هذه التولز الرائعة حقيقة وجديدة، موضوع الإيلرنينج، هل ممكن الواحد ينزلها على بلاتفورم موجود عنده مثلا البلاتفورمز، ولا هي لازم تكون بس على هذه المنصة؟ بمعنى أنا لو أحصل على مودل مثلا أو على بلاك بورد، بقدر أنزل هذه التولز مثلا؟ هلأ تكنيكالي بلاك بورد is not compatible with any ads in، يعني بلاكز ان ما تقدر تضيف عليه بلاكز ان كاستمايزد، لأنه هاي إحنا بنيناها. بالنسبة لمودل، فمودل بيستقبل أي بلاك ان وآد ان، فممكن أنت تتواصل معنا وممكن نضيف لك البلاك ان هاي نفسها تبع الذكاء الاصطناعي، ومنحطها على السيرفر ومنعملها alignment مع المودل الخاص فيه عندك أو البرنامج اللي أنت بتستخدمه. هلأ الشيء اللي كتير مهم نعرفه، أنه إحنا بنقدر نحول الإيلرنينج لإيلرنينج، بس مستحيل نحول الإيلرنينج لإيلرنينج، يعني مستحيل نرجع له برجوع، بس بنقدر نزيد الكومباتيبيليتي تبع الإيلرنينج عشان يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل. أخ صالح، جميل جميل جدا. هلا في مثلا بلاتفورم معين بتعتبروه المفضل بتجربتكم لهذه التولز؟ احنا خلقنا البلاتفورم هذا كامل للطلاب بشكل تطوعي، لشخص كان بده يقدم رساله دكتوراه وماجستير ووقف، ما لقى اي تطبيق في العالم بيعمل هذا الاشي، فاحنا قدرنا نبنيه خلال ازمه الكورونا، انا والتيم الخاص بيشتغل انا وياهم، وقدرنا نطبقه زي ما حكيت على مدرسة بتدرس لغة عربية، وقدرنا نشتغل فيه على أكثر من مع أكثر من شركة، منها بلدية عجمان، بلدية أبوظبي، منها الحكومة الدنماركية كانوا بيعملوا فاليو كاسكيدينج موديل، منها استونيا شركة ستارت اب، قدرنا نطبقه مع أكثر من شركة. فعم نحاول نخلي كل الحلول بالمنصة موجودة على المنصة، لانه المرحله الجاي من المنصه هي انه نعملها فيرتشوال ليرنينج، يعني انت تجيب نظاره الفي ار وتنزل عليه الابلكيشن تبع المنصه، فالمنصه كلها تصير عندك. فهو اللي بده يشتغل على المنصه احنا وي ريكومند انه تكون المنصه كامل عنده، لانه بالاخر الكوست تبعها نفس الشيء. طيب سؤال بس في حدا فتح الصوت عنده. السؤال، حدا اشتغلها على الكي 12 للمدارس؟ لا، في بس زي ما قلت لك مدرسة عربي جربتها على صف، بس ما بعرف الصف بي اتش دي، قلت عنها بتعمل دكتوراه او شيء زي هيك، بس كمدارس تعرف، لانه المدارس لها كوريكولوم ولها شعاب ولها صفوف ولها مراحل ولها طريقه في الشغل، وهي تولز حلو الواحد يشوفها، بس انه بالاخر هي سيستم ليرنينج مانجمنت، يعني مانجمنت سيستم كامل بيبدا بمراحل وقبل وبعد والى اخره. الكاستمايزيشن بارت تو فيت سكول ريكويرمنت، اذا الريكويرمنت واضحه بالاخر وي اون ات، يعني احنا اصحاب احنا اصحاب الخوارزميات والكوبي رايت لنا وكل شيء لنا. فإف يو وانت اني فردر كاستمايزيشن وي ار مور ذان هابي تو فولفيل ات. ان شاء الله بنحكي باذن الله. تحت امر. طيب السلام عليكم. كان بدي السؤال الاخير الحقيقه. طب اوكي، بس نعطي المجال للجميع.
بس يعني بس هو السؤال الأخير، بتعرف أنت حطيت كتير مواضيع دسمة فبالتالي فتحت هيك شهيتنا للسؤال. ما شاء الله. في معالجة يعني مثلا في أي برمجية خلينا نسميها حصة أو درس أو معالجة لأي knowledge ولا concept بهاي التقنيات، بحيث أنه نحن نقدر نتفرج على كيف تحول الكونتنت العادي خلينا نقول لإي-ليرنينج بعدين تحول لإي-ليرنينج؟ هلا أنا ورجيتك أخ صالح قبل، ورجيتك أنه كيف الكونتنت تغير مع الأسئلة هون. يعني هنا هذا اللي قدامك صورة طالب جاوب على السؤال بالخيار الثالث، إذا بتطلع همزة وصل ماضي الفعل الخماسي، هذا خيار اللي اختاره الطالب صح؟ يس. أوكي، على أساسه طلع للطالب الكونتنت اللي عم بتشوفه على اليمين. يعني أنا فهمت، بس أنا لقصدت إنه تعرف إذا بدك تعطيني مثال حتى لو كنا بنحكي باللغة العربية، إنه درس أحوال الفاعل كيف بلش فيه من السيناريو اللي شرحه مع الميديا اللي حطها مع الـ AI اللي استعمله مع التفاعل مع الـ ROC، يعني كل اللي حكيتهم هدول المفردات نشوفهم هيك بقلب حصة مشان تكون القصة قريبة لذهننا نحن اللي مش قادرين يعني نحلق معك بكل الأبعاد. بالعكس بالعكس، أنا مدامك تسأل هاي الأسئلة قادر تحلق وقادر تدخل جوا السيستم كمان. بالعكس أنا بأي وقت حاضر نعمل سيشن وبورجيك كيف تتغير كل إشي لايف. يعني بالحقيقة أنا أول شيء لازم أشكرك، والحقيقة من ناحية تانية أنا بهنيك لأنه أنت عم تقرب على منطقة نحن في أمس الحاجة لها. يعطيك ألف عافية، تشرفنا بمعرفتك. أشكرك تسلم. شكرا لك. في حدا عنده؟ السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور رامي، معك لؤي النخال. أهلا دكتور لؤي، شو أخبارك؟ أنا سعيد أني بحضر لك. أهلا أستاذنا. أنا كنت كتبت سؤال على الشاتينج، ربما تكون هاي نقطة تطوير عندكم في نظام الليرنينج 4.0. أنه الآن مثل مايكروسوفت أزور، عاملة مايكروسوفت أزور AI Mixed Reality، واللي هي بتخليك مش تعطي ترجمة subtitles، وإنما بتخلي نفس الكاركتر أو نفس السبيكر بيتحرك وreact same as in different language، بالجابانيز باللغات الثانية. إذا بتريد ببعت لك الفيديو اللي بتكلم، أطلقته في نهاية 2019. فكمان بيكون إنه بدل ما يكون translation subscript، لا يكون نفس الشخص، يعني رامي شاهين قاعد بيحكي بالأردو مثلا، تخيلوا رامي ما بعرف أردو، لكن رامي بنخليه بيتكلم بحركات عيونه بتعابير وجهه بكذا بالأردو، وهذا طبعا بينفع للمحاضرات القيمة العالمية مثلا، بحيث انه الشخص السبيكر يقدم مادة وتنعطى لأكثر من جهة في العالم على نفس الوقت. فهي ممكن تكون ايضا النقاط اللي تتطور. يعني يعطيك العافية. شكرا استاذ دعي، لانه وجودك شرف لنا. هذا اول شيء. ثاني شيء حاب احكي شغله صغيره دكتور لؤي. اجور بيستخدم بالكومباتيبلتي للكابشن ايدر للفويس او للتايبنج للوردنج، بس في مشكله اذا عملت الطريقه اللي عم تحكي عنها، وانا فكرت في اكثر من هيك، فكرت اروح باكثر من هيك، بس في مشكله واحده، بتعرف شو هي؟ انه بتغير التون اوف فويس تبع المدرب مع الانفايرمنت، لانه يتذكر البيراميد وكيف بتفاعل البيراميد، راح تلاقي انه راح ياثر على عمليه القياس. عشان هيك بالوقت الحالي بالادابتيف كونتنت الحالي، عشان تضلك بنفس كفاءه القياس وهو اهم مرحله بالاي ليرنينج، هلا لازم ما ندخل اي ديستراكشن على التون اوف فويس تبع المدرب. صحيح اني ممكن تكون شكلها احلى انه رامي عم بيحكي عربي بس طالع اللغه بالاردو مثلا، بس درجة القياس للليرنينج 4.0 راح تقل. تنساش دكتور لؤي البيراميد اللي حكينا عنه، في كثير اشياء ممكن تضيفها، بس قد ايه راح اثر على البيراميد هي اكثر اهميه من الفانكشنز او الفيتشرز اللي بقدر اضيفها اكثر. في الاخ براء عيد طلب على الويب سايت تبعي اخ براء رامي شاهين .com، هاي كتبته على الشات، تقدر تعمل اوردر للكتاب. سأل عن كيف بقدر احصل على الكتاب.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اكرمني في البدايه، الله يعطيك العافيه، ما شاء الله ما قصرت، ومحاضره رائعه جدا. معك المهندس والمدرب عبد القادر. انا محاضره كمان على جروب نقابه المهندسين في الرابط الشرقي. كنت مهتم جدا اخذ من حضرتك او اطلب من حضرتك التطوع يستخدم المنصه عشان فيها تدريب زملاء. الصوت عم بقطع، ما سمعت ولا شيء. الصوت عم بقطع مهندسنا. سامعني هيك؟ سامعني هيك الصوت هيك مش تمام؟ ألو؟ لا الصوت ضعيف الصراحة. أخذ درس الصوت زي هيك بقى. إيش؟ أخذ درس الصوت زي هيك. واضح هيك؟ واضح. الصوت مش واضح هيك كمان؟ أحسن شوي. مشكلة خلاص. إذا عم بيقطع كتير خلاص. اتفضل. مشكلة. لا حاليا اتفضل. المهم إنه الوصل. أنا كنت عم بسأل المهندس العافية وشكرا على الرائعة هاي. معك المهندس أحمد عبد القادر، أنا مهندس مدرب جروب نقابة المهندسين في الشرقية. مش واضح؟ للأسف للأسف أخذتها ليام. إذا الإخوان كلهم بيعملوا ميوت على الميكروفونات تبعهم ممكن يتحسن الصوت. تفضل إذا في حدا تاني بده يتكلم تفضل. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك. جد الصوت مش واضح للي بيحكي. وبصراحة جدا استفدنا منك ما شاء الله. علي صوتك لو سمحتي. أوكي. بقول ما شاء الله يعني المحاضرة جدا مفيدة وفعلا شغلات كتير فتحت أفاق مخنا وعن جد الله يعطيك العافية. بس عندي سؤال هلأ إحنا لو سمحتي الاسم الاسم لو سمحتي. أنا اسمي دانيا. أهلا وسهلا. يا أهلا فيك. أنا طالب الذكاء الصناعي بدرس في الأردن، فعندي سؤال على المنصة اللي أنت كنت بتحكي فيها. هل المعلومة اللي إحنا رح نعطيها مش هو رح يعطيني زي تحليل لشكل الدماغ أو خلينا نحكي درجة التركيز تاعت الطالب اللي رح تطلع، هو رح يعطيني إياها توتال ولا ممكن إني أنا أقيس إنه سبيسيفيك معلومة إنه هاي هي بالضبط كانت يعني عندها كان في تركيز عالي او لا، بحيث اني انا اعرف المحاضره الجاي او الكورس الجاي اني اعرف اعيد نقاط معينه قياسا انه الطلاب كلهم مثلا فهموها او لا. هلا في اذا 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 برجع انا وياك سدانيا على ورا راح تلاقي شغلتين، راح تلاقي النتائج accumulated متراكمه اوكي، وراح تلاقيها بير كورس. هذا اللي بيطلع عندك الريبورت اللي هون على اليمين هو بير كورس، اللي على اليسار المعايير والمقاييس اللي عندك على اليسار هاي اكوموليتد تراكميه. فكل كورس انت عم بيطلع لك ريبورت زي اللي على اليمين اوكي، زي اللي هون، وبيطلع على اساسه اكشن بلان حطيت لك اياه بالاحمر هي تمام. اللي على اليسار هون هو الاكوموليتد التراكمي للطالب او للشخص اللي بيحضر كامل. ليه؟ لانه بالاخر الاي اي عماله بيقيس كل انسيدنس، كل حاله حدوث عمالها بتصير بالكورس الواحد، بس النتيجه الكامله المتكامله لاكثر من كورس تتجمع مع بعضها وبتنحط بالمقاييس والمعايير. ليه انحطت كلياتها بالمقاييس والمعايير؟ عشان اشوف تاثيرها على الكي بي ايز، الكي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات الاداء الرئيسيه للمؤسسه التعليميه او الشركه. فعشان هيك الاي اي بيشتغل على محلين مش محل واحد. سير تمام، يعطيك العافيه. سير بس معلش انت عم تثير سؤال، مين بيقدر يكتب هاي الخوارزميه؟ يعني بدنا واحد خبير بدغزي، خبير بالتربيه والتعليم
يقدر هي يعني يعطينا المعطيات بعدين الخوارزمية بنكتبها، بس مين بيملك هاي المعلومات؟ هاي معلومات بس أنا عشان يعني قصدي عشان أنا لما بدي أحط نسبة الضجيج أو الاهتمام أو لما أسأل عن سؤال مرق معنا، عرفت قصدي؟ عم تفهم علي إنه هذا المدرس اللي بيقدر أو المعلم أو الميسر شو ما بدك بأي طريقة تعليم استراتيجية بدك تستعملها، القصد كيف بدي أقيس أنا هذه الكي بي آيز؟ كيف بدي أفهم يعني قصدي بالتعليم لا بالجامعي ولا المدرسي متفقين على المعطيات مشان نقول إنه هذا النوع من المتابعة بنقدر نقول إنه فهم كذا، عرفت؟ إنه عنا إحنا طرق للتقويم والامتحانات بتقيس معلومة بس ما بتقيس مهارة، ما بتقيس انتباه زي ما أنت عم تحط. هاي أشياء كتير عظيمة بس لو نعرف كيف نقدر نكتبها أو اللي كتبها كيف نقدر نقيس إنه صح عم بيعطي نتيجة ولا لا. بدي أجاوبك بقصة. تفضل. في مرة طالب راح يحضر كورس بجامعة، فهو بالكورس نام، حط راسه زي هيك ونام، فصحي لقى المدرس حاطط مسألة رياضيات على الحيط أو على اللوح. فهو قال أكيد هذا الهومورك اللي لازم نعمله إحنا بالجامعة يعني، فكتب المسألة الأولى وكتب المسألة الثانية وسحب حاله وراح على المكتبة وبلش يحاول يحل بالمسائل هاي. نعم، حل المسائل المستحيلة. تمام. فحل المسألة الأولى ورجع على الدكتور قال له يا دكتور أنا حليت المسألة الأولى بس المسألة الثانية ما حليتها. قال له أي مسألة اللي حليتها؟ قال له المسألة اللي أنت كنت كاتبها على 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 اللوح. فقال له أنا كتبت معادلتين رياضيات وقلت عنهم مستحيل ينحلوا بالرياضيات. تمام. أنت شو كيف حليتهم؟ قال له أنا ما كنت عارف إنهم مستحيل ينحلوا، أنا فكرتك أنت بدك إيانا نحلهم واجب. فاللي بدي أوصله هون إنه هذا الشخص حل المسألتين لأنه ما كانش يعرف إنهم مستحيل ينحلوا، فرجع للعلم وأصل العلم. هلا why we want to reinvent the wheel؟ ليش دائما إحنا زي ما وقعنا بالتسعينات بالوطن العربي بهل القيادة مكتسبة أو نستطيع تعلمها؟ ليش نرجع لنفس مشكلة القيادة بالتسعينات؟ في تكنولوجيز بالعالم حاليا يا دكتور عمالها بتقيس لك درجة التشتت بالفكر، زي مثلا الخوارزمية اللي بتستخدمها تسلا. طب ما نفس الخوارزم يعني هلا الخطر اللي بيحدق بسائق السيارة تبع تسلا إذا بتشتت هو بالنسبة إلنا نفس الخطر اللي بيحدق بالطالب إذا بتشتت بالدراسة. الامباكت واحد. شكرا جاوبني. نعم شكرا. لو سمحت دكتور بجوز الست دانيا اللي سألت السؤال. هلأ في عنا real time response على التصوير الدماغي للمعلومة آنيا، مش ككل للمحاضرة، لا هي حبت تعرف انه تحدثت هذه المعلومة قديش اثرت على الموج، يعني تبقى on real time basis. Yes, I got what you mean. هلأ دكتور بنا احنا اذا بنرجع برضو نرجع لاصل العلم، اصل العلم statistics احصاء، أصل العلم الذكاء الاصطناعي إحصاء، الماشين ليرنينج لغة الآلة أصله إحصاء. بالإحصاء لا يمكن إنك تبني باترن أو نموذج للفكر من معلومة. يعني أنا إذا سألتك بتدخن أو لا جاوبني لا، هل قدرت أبني باترن على سلوكك هل هو صحي أو لا؟ لا ما قدرت. أنا بدي أسأل أكثر من سؤال عشان يطلع الباترن الدماغي. فهل الريال تايم إمباكت تبعك عشان أقيس سلوكك هو عدد الأسئلة اللي راح تجاوبها بكل يونت عشان يقدر السيستم يبني باترن، عشان الخوارزمية تقدر تبني باترن. فمستحيل مستحيل أي خوارزمية بالعالم تطلع بعينيك تقولك أنت صاحي ولا نايم، محتاجة تبني باترن سلوك. هل هو عم يفتح عينيه عم بغمضهم، هل عم بتطلع على اليمين بتطلع على اليسار؟ بالآخر إحصاءات. إذا بنطلع عليها مثال تاني انسى التعلم، نطلع عليها على الكورونا. لما اجت حكومة أو هيئة الصحة تعمل أسئلة على الكورونا عشان تعرف أنت بإيد الشر مصاب أو لا،
ما كانت تسألك أنت بتحس بقحة، كنت تجاوبها آه بتقول لك أنت مصاب، لا كانت تقول لك بتحس بقحة، في ارتفاع حرارة، في كذا، هو عامل باترن كل 3 out of 5 بيعطيك positive impact. هذا الباترن الكيرف اللي بيطلع هو الدراسة. فسؤالها ذكي ليه؟ لأنه هل بنحصل على real time impact؟ هو واحدة من العوامل اللي أنا حكيت عنها بالتريانجل بالمثلث. نعم، بس متى بحصل عليه؟ أول ما الخوارزمية تعمل باترن. متى بتعمل باترن؟ لما سلوك الإنساني الفيزيكال يتفاعل مع الفيرتشوال بمجموعة أسئلة وليس بسؤال واحد. بنحب نشكرك ونعطيك ربع ساعة راحة تشرب لك فنجان قهوة قبل ما تبدأ تدخل على المحاضرة الجديدة. طب صراحة بس دكتور، بس بعد إذنك، في حدا بعت لي سؤال، أخ بدر سأله مرتين ما قدرت أجاوب. تفضل دكتور رامي، هل في برامج تدريبية لتأهيل المهندسين والمهتمين للعمل في هذا المجال، وإن أمكن استقطابهم من قبل شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير تطبيقات مماثلة في شتى المجالات؟ هو السؤال له شقين. أي شخص بده يطور حاله بالذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل، رجاء الحار له يبعد عن الكورسات اللي موجودة باليوتيوب والموجودة من المدربين اللي بيحكوا انه عم بيعلموا ذكاء اصطناعي، لانه اهم شيء تبني المايند سيت بطريقه صحيحه والتعريف بطريقه صحيحه عشان تقدر تتعلم وتطور حالك بالذكاء الاصطناعي ستيب باي ستيب. انا بنصح بشيء راح اكتبه للجميع على تشات اسمه idle.org اللي هو الرخصه الدوليه للذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل، رخصه القياده للذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل International Artificial Intelligence and Future Management Tools Driving License اللي كان ياخذ ICDL زمان، هلا نزلوا بالفاينانشال تايمز باي باي ICDL ويلكم تو ايدل. فيها ايدل بيسك بتنعطى لكل العالم، بعدين هاي عشان تفهم الكونسبتس، بعدين بتاخذ ايدل ادفانس عشان تطور قدراتك بالاي اي وتقدر تبني برامج، بعدين بتاخذ شيء اسمه الايما مقيم الذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل. ايما شو فايدتها؟ اذا انا كنت بشتغل بمؤسسه وبدي ادخل عليها الذكاء الاصطناعي، ايما بتعلمك كيف تدخل الذكاء الاصطناعي عليها. لو اي يعني خالي حضرتك موجود في الامارات او السعوديه، لو اي مش ملحق علي، لا كنت بالسعوديه طلعت على الاردن وهلا موجود بالامارات ورايح على الكويت بعد اسبوع. نشكرك دكتور، وان شاء الله ننتقل في الاردن من الإيليرنينج للآي ليرنينج، وقريبا وبجهودكم وجهود الخيرين من أبناء الوطن. معيتك. نشكر كل الزملاء. نشكر كل الزملاء، وإن شاء الله بنشوفك قريب في الأردن تشاركنا في تطوير التعليم من إيليرنينج لآي ليرنينج إنتليجنت ليرنينج. يعطيك العافية دكتور، شكرا لجميع الحضور، شكرا للي شاركونا في مداخلاتهم وأسئلتهم، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله بنلتقي في معلومات محاضرة أخرى أو ووركشوب آخر نستفيد فيه من علمك الغزير. شكرا. يعطيكم شكرا العافية، وأهلا في الجميع. شكرا للجميع، يعطيكم ألف عافية.